بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم اهدنا فيمن هدينا، وعافنا فيمن عافينا، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي يا ربنا بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ربنا من كل ذنب وخطيئة، ونتوب إليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، وهب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، إذ الفضل منك وإليك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يا صاحب الأسماء الحسنى، ويا صاحب الصفات العلى، كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك؟ إلهي سيدي ومولاي، متى غبت حتى تدلنا الآثار عليك؟ أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن وليس دونك شيء. إلهي الآثار ما هي؟ آيات عليك. أنت الخالق البارئ المصور، وأوجدتها أثرا من آثار الدالة عليك. إلهي كيف يرجى سواك ما قطعت الإحسان؟ أم كيف يطلب من غيرك وأنت ما بدلت عادة الامتنان؟ إلهي أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوا ووحدوا وشهدوا بأنك أنت الله، وأنت الذي طهرت قلوبهم من كل شيء حتى لم يكن في قلوبهم إلا أنت. إلهي إن اختلاف تدبيرك منع عبادك وعطاءاتك من الركون إلى غيرك. تحقق بنا ضعفنا فمدنا بقوتك، وتحقق بنا عجزنا فمدنا بمقدرتي. أنت القادر، أنت الظاهر، أنت الباطن، أنت الغفار، أنت الوهاب، أنت الرحمن، أنت الرحيم، أنت المصور، أنت البارئ، أنت الخالق، أنت المهيمن، أنت الرافع، أنت الخافض، أنت المعز وأنت المذل. لا عز إلا بعزك، ولا سلطان إلا بسلطانك، ولا نصر إلا من نصرك.
نصرك. اللهم يا رب نصرك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. إن كان لكل أمة إمام، وإن كان لكل أمة قائد وزعيم، فزعيمنا وإمامنا الواصل والواسطة بيننا وبينك الدال عليك هو محمد. يا رب بجاه سيد الخلق ونور الحق وخاتم الأنبياء والمرسلين، انصر عبادك المؤمنين الموحدين المجاهدين. يا رب ارحم دموع النساء، واجبر كسور الشيوخ والشباب والرجال، ومدهم بأمدادك إذا انقطعت عنهم أمداد الخلائق. يسر لهم من أمرهم رشدا، ومدهم من عندك مددا، واجعل لهم ومهدهم تمهيدا من عندك يا الله. اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وتولنا بولايتك، وأدخلنا فسيح جنانك، وأبعدنا عن عذاب نارك. ارحم آباءنا وأمهاتنا وعلماءنا وأحباءنا وأصدقاءنا. اللهم يا رب واحفظ المسلمين وعبادك في هذه البلاد، احفظ نساءهم وشبابهم وبناتهم، احفظ عليهم دينهم وعقولهم وأموالهم، واجعلهم غانمين سالمين، ولا تقبضهم إليك إلا وهم موحدون عابدون مسلمون بحق من صليت عليه في الأزل. فيا رب صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. الله